بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا السيدة أم البنين سلام الله عليها شكرا 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 لآلاف الرسائل التي وصلت وتسأل عن احوالي وصحتي وعن سبب هذا الانقطاع لاكثر من اسبوع فانا اشكركم من كل قلبي من الاخوه والاخوات الذين بعثوا بي الاف الرسائل حول ذلك وسبب الانقطاع وذلك بسبب وعكه صحيه المت بي وبحمد الله عز وجل بفضل الله الله سبحانه وتعالى بفضل الله وبفضل اهل البيت عليهم السلام والامام الحسين عليه السلام شفيت من هذه الوعكه الصحيه فشكرا من كل قلبي لكل من بعث برساله وسال عن احوالنا وصحتنا ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق فشكرا لكم من صميم قلبي على هذه المشاعر الطيبه وكذلك هذا التواصل الرائع مع قناتنا نسال الله سبحانه وتعالى في هذه الليله ليله استشهاد السيده ام البنين سلام الله عليها بان يقضي لنا ولكم جميع الحوائج وان نستمر على خدمه اهل البيت عليهم السلام لاخر نفس في حياتنا في الحياه الدنيا حتى ننتقل الى جوارهم في الجنان العليا عند محمد وال محمد ان شاء الله تعالى لا تنسوني من فاضل دعواتكم الطيبه في اي مرقد ومقام تذهبون اليه وخصوصا كذلك في صلاه الليل برنامج صباحات ولايه من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام